تحية من هذا الموقع من ميدان سباق الهجن العربية الأصيلة بمنطقة المرموم في إمارة دبي، لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسينج في ظهيرة ومساء هذا اليوم السبت 11 من شهر ربيع الأول من عام 1438 هجرية، الموافق العاشر من شهر ديسمبر لعام 2016، انطلاق الكبار من الحول والزمول لأصحاب السمو الشيوخ، ولنصارع الريح في هذا المساء مع 14 شوطا، حيث الرياح العاتية والأصايل تتحدى الرياح وتقاوم باحثة سفن الصحراء عن الناموس وإهداء مالكيها ومضمريها المراكز الأولى ومواقعها المرموقة. ينطلق على بركة الله مشاهدين الأعزاء مستمعين الكرام هذا الشوط، أول أشواط الظلل، الأصايل، المحليات، وأول أشواطنا 14 الخاصة للكبار لأصحاب السمو الشيوخ وأصحاب السعادة الشيوخ، الضيوف الكرام الذين جاءوا من دولة قطر الشقيقة وضيوف الإمارات وضيوف دبي، ونحتفل جميعا في أعياد اتحاد الإمارات الوطنية المباركة. الكيلومتر الأول من لحظات الانطلاقة، ونتعرف بشكل مباشر على المركز الأول من الجانب الآخر، تحتله هملولة لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، من الجانب الآخر يضمرها علي الحاج السوداني، ولكن تغيير من اختبار اللي انطلقت وغيرت قبل إعلانها في المركز الثاني لتقود المسيرة لهجن العاصفة العملاقة، يضمرها غياث الهلالي. يا سلام يا سلام، نقلة على ضيفة الميدان، وجنة يا وجنة القادمة من دولة قطر الشقيقة، تحمل شعار هجن الشحانية الكبير بتاريخه الذي يعيش عصره الذهبي هذه الأعوام، بقيادة مشاهدين الكرام سالم بن فاران المري، أحد خيرة الشباب المضمرين، بينما ننتقل مباشرة لرابع المراكز لنرى أيضا اللي تحتله رمحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمرها عبيد بن محمد بن ضبيعة لشتبي، وفي المركز السادس غيرت هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد محمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز السابع دخول من قبل مصيحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، مضمر مصيحة السيد سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، تأتي هجن العاصفة بثنائي اللي هن نجوم، وأيضا تفسير يقودهن غياث الهلالي، المنطلقات من خلال المركزين الثامن والتاسع، بينما المركز العاشر مرموقة لهجن العاصفة أيضا يقودها غياث. يا غياث دخيلك يا غياث، العاصفة الكبيرة بتاريخها بإنجازاتها بسجلاتها الذهبية بصفحاتها المسطرة من ذهب. نحن هنا في هذا الموسم وفي بداية الموسم مع انطلاق الكبار من الأصايل المحليات، ينتهي النداء الأول، تنتهي العشرة نجوم على أرضية ميدان المرموم، والعودة لهجن العاصفة، العودة لهجن العاصفة. يا سلام، يا اختبار المسيطرة، اختبار المتميزة في مقدمة شوط المتربعة على عرش هذا الشوط ومقدمته لهجن العاصفة، المضمر السيد غياث الهلالي يطارد من قبل سالم بن فاران المري، يطارد الهلالي من قبل سالم بن فاران المري، وحيث تضع هجن الشحانية شعارها الكبير على ظهر وجنة، وأيضا تنطلق قادمة وعانية من الدوحة
من دولة قطر، حيث النجوم، حيث التحدي هناك. المركز الثالث يأتي أحد الشعارات الخبيرة الكبيرة في عالم الهجن ومنافسات الأصايل، يأتي على ظهر صيحة، شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. مضمر صيحة سعيد بن عبيد الحميري يتسلل من المركز الثالث إلى ثاني المراكز، بينما هملولة في المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير. النجوم قادمة، نجوم قادمة تتلألأ نجومها، يتبارك ويلنا من نجوم الظهر. نجوم 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 لهجن العاصفة يضمرها غياث، يا غياث ويا غياث. المركز الرابع غياث الهلالي، المركز الخامس، المركز السادس تفسير. يا هل ترى ما لهذا الموقف من تفسير، ما لهذا الشوط من تفسير لدى الجماهير؟ تفسير الموجودة وحاملة لواء هجن العاصفة العملاقة، على ظهرها يقودها غياث الهلالي. يا سلام. المركز السابع، المركز السابع تأتي مشاهدين الكرام هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، لكن ينخطف، ينخطف من قبل مرموقة لهجر العاصفة يضمرها غياث الهلالي. المركز الثامن، الله، الشحانية مرة أخرى قادمة لتعلن تسجيل الثنائي في هذا الشوط، وانطلاق ثنائي جميل، مرشح مميز خطير كبير بالإنجازات. الشحانية تقدم من حاف سالم بن فاران المري، قادما بهذه الهجن الأصايل من دولة قطر الشقيقة. انتصفنا المضمار، المضمار 4 كيلومترات انتهت، تبقى 4 كيلومترات. يأتي دور هملولة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم في المركز التاسع مع علي الحاج السوداني، وفي المركز العاشر دور رمحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، عبيد بن محمد بن ضبيعة في التضمير. هجن الرئاسة قادمة، الله، مرحبا بهجن الرئاسة. تتشرف أرضيتي ميدان المرموم بوطأة هجن الرئاسة وهجن الشحانية وهجن العاصفة وهجن أصحاب السمو الشيوخ أنجالي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وهجن سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد وأنجاله حفظهم الله جميعا، داعموا الرياضة، الله، محققوا كل ما لديها من إنجازات وبطولات. كل الشعارات هذه مشاهدينا يا ما صالت وجالت، يا ما خذت من الرموز، يا ما حققت في المناسبات والمهرجانات والمحتفلات الإنجازات والسيوف والكؤوس. هملولة غيرت الموقف لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة في عملية التضمير. الله، يحلى التنافس يا بن حلوة، موجودة الأقطاب الثلاثة، وأضف إلى ذلك شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد حفظه الله وأنجاله، وشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأنجاله الكرام. يحلى التنافس يا أبو سلطان، بدأت الله يديم المخوة والتنافس الشريف ويديم الأمن والأمان علينا أجمعين. الله، يا سلام يا سلام، صيحة أم صيحة وهملولة تتنافسنا على أرضية ميدان المرموم لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم الثنتين، ولكن المضمرين، اختلاف المضمرين الاخوان الاشقاء، محمد بن سعيد بن حلوة مضمر هملولة لتسيطر في المركز الاول. المركز الثاني الان غيرت هجن العاصفة من خلال وجود اختبار هجن العاصفة، باختبار جميل مصارعة الرياح، وكأن الرياح الآن من صالح الشوط. عندما أخذنا المنعطف الأخير متجهين إلى خط النهاية مندفعين مع أصائل الشيوخ المحليات. يا سلام يا سلام يا سلام، اختبار في المركز الثاني لهجن العاصفة، غياث الهلالي في التضمير. المركز الثالث وجنة لهجن الشحانية، مضمرها السيد سالم بن فاران المري. المركز الرابع
نجوم الهجن، نجوم الهجن قادمة، نجوم العاصفة، لهجن العاصفة نجوم، مضبرها غياث الهلالي. المركز الخامس أيضا تفسير، المقدمة المراكز الخمسة الأولى مشاهدينا الكرام تفسير يقودها مضمرها هذا المضمر الشهير غياث الهلالي. وفي المركز السادس مصيحة هذه اللي عند سعيد وخليفة، سعيد بن عبيد الحميري مصيحة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد مكتوم، بينما من الجانب الآخر مرموقة من هجر العاصفة مشاهدينا الكرام مضمرها غياث الهلالي. الله، وصلت من حاف لهجن الشحانية مشاهدينا الكرام الذين أثبت وجودهم في شوط الثنايا يوم الأمس وانطلاق الثنايا واندفاعها في هذه الأمسيات التي يحتضن فيها ميدان المرموم انطلاق الكبار. كان الأمس مع بن فران وجود قوي، اليوم كذلك موجود بن فران. يلا يا غياث، انطلقت هجن الشحانية مشاهدينا الأعزاء، انطلقت تحديدا وجنا ولكن الله، شو هذه علي الجمري، نجوم العاصفة ونجومها، ما شاء الله تبارك الله، نجوم 1200 نجوم هجن العاصفة تندفع مع غياث الهلالي، يندفع يا هلال يا مبارك، يلا يا الهلالي، يلا قدوم خطير من وجنة هجن الشحانية، ومن هناك تفسير هجن العاصفة، ومن أيضا مرموقة هجن العاصفة من حاف هجن الشحانية، معركة طاحنة، خمسة مراكز لقطبي المنافسة الآن بانتظار المزيد من الأسماء. عادت هجن الشحانية، عادت هجن الشحانية الخطيرة الكبيرة بتاريخها بإنجازاتها مشاهدين الأعزاء، تعود لتنطلق وأيضا تعود نجوم إلى مكانها، ولكن من حاف، الله يا سلام، من حاف لهجن الشحانية تفسير قادمة، مرموقة قادمة، من حاف تفسير مرموقة، وجنا نجوم لمن شوط المحليات الأصايل الذلل، من حاف هجن الشحانية، من حاف اللي مايتها تعليمات حتى هذه اللحظات. شحانية يبدو الأمور شحانية كما كان في يوم الثنايا يوم الأمس في شوط المحليات الأصايل. سلام يا الدوحة، سلام يا هجني تميم بن حمد، سلام يا هجن الشحانية، ضيوفنا من دولة قطر شقيقة، هذه هي من حاف تهانينا والناموس، تعلن التنافس، تعلن الوصول من خلال وجودها بالمركز الأول في الشوط الأول للذلل الأصايل المحليات. سالم بن فاران المري بالتضمير. المركز الثاني مرموقة هجن العاصفة، المركز الثالث وجنة هجن الشحانية، المركز الرابع تفسير هجن العاصفة، المركز الخامس نجوم هجن العاصفة. وهكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء ينتهي شوط المحليات. وهذه أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الأعزاء لحظات وصول هجن الشحانية من خلال منحاف الفائزة بالمركز الأول، 13 دقيقة 2 من الثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية من دولة قطر شقيقة، وتهانينا لمضمر منحاف سالم بن فاران المري. يا سلام يا سلام. بينما المركز الثاني مرموقة هجن العاصفة، 13 دقيقة 6 ثواني، جزء واحد من الثانية حمد، جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والمضمرها غياث الهلالي، بينما المركز الثالث نفس التوقيت أظني، فرق من الأجزاء الثانية اللي هو جزئين، وجنا لهجن الشحانية القادمة من دولة قطر الشقيقة مشاهدين الكرام،
المضمر طبعا سالم بن فاران المري احد شباب التضمير المميزين الملقب بالذهبي. الذهبي ليه لقبوه ذهبي؟ لانه يفوز بالرموز دوم، ياخذ من الذهب. ابو محمد تهانينا له ناموس، تهانينا لاخواننا جماهير هذا الشعار، وتهانينا لكل الفائزين بالمراكز العشرة الاولى. انطلق على بركة الله شوطنا الثاني مشاهدينا الكرام حاملا الكثير من المفاجآت للذلل الاصايل المهجنات لاصحاب السمو الشيوخ ايضا. 8 كيلومترات مسافة هذا الشوط، والان نبدأ بالرقص مع المقدمة وما تحمله من اسماء مشاهدينا.